الدور بقى عايزين يعني نتكلم برضو على الدور بتاع علي معلول. علي معلول آه يعني مش بس قائد برضو، خلي بالك يعني انتوا قلتوا قائد. في الانترو حاجه مهمه طبعا انه طبعا فعلا قائد. طبعا. علي معلول فعلا امبارح اللقطة اللي وقع فيها محمد كهربا كهربا وهو اللي لم الفريق كله وقعد يديهم يعني توجيهات فعلا ويجيب التاني والتالت، لا لا حلو لعيب خبره، لعيب مع ايه الفرقه اللقطة دي؟ بالظبط. الصوره دي دي اللقطه اللي انت بتقول عليها كده بالظبط دي هنا بتبين لك حاجه انتوا قلتوها في الانترو، فكره ان كان في مش الموضوع مش بس اداء، في روح، في اللعيبه خايفه على بعض مع بعض، تحس ان في يعني رجعوا يعني محدش عايز ينفرد، محدش عايز بالظبط ياخد كده اللقطة دي، كنا بالظبط. بنشوفها دي بصراحة مهمة كانت غايبة تماما، وهو ده كان عامل من العوامل اللي فعلا كسبتنا امبارح بالأداء الجميل. لأن يعني الكرة فيها كل لازم حاجة الحق يقال يا جماعة. بالظبط. اللعيبة لما بتحس يعني في بعض الأوقات كان مفيش توفيق. اتكلمنا فاكر ماتش سموحة، كنا اتكلمنا بعد ماتش سموحة، فالنهارده لما بنقول على بعض الأخطاء لما اللعيبة كمان تحس بيها بيبقى ايوه جميل جدا إن هم بيصلحوا من نفسهم وبيرجعوا. شفنا بعد كده الامور دي تغيرت في ماتش بيراميدز لما جينا هنا برضو طبعا. حللنا ماتش بيراميدز، النهارده في ماتش الزمالك. فلا يعني امبارح انا كنت اداء بقول في الانترو بتاع حلقه النهارده ان انا للحظه امبارح علي معلول اداني احساس ان هو بيلعب مع منتخب تونس في كاس عالم مثلا، لا يعني جميل كميه يعني مش خلي بالك اي لعيب يعني طبيعي لازم يبقى عنده انتماء للنادي اللي بيلعب طبعا. معاه، بس امبارح كان بيلعب بنزعه وطنيه يعني، فاهم قصدي؟ عدى بقى مرحله انتماء لنادي انت بتلعب فيه. لا علي معلول هو فعلا واحد يعني انت تحس ان هو واحد مننا، بالظبط يعني هو مش بالظبط مجرد محترف. بالظبط وديانج حتى ديانج كمان من اللعيبه، يعني في لعيبه بتقعد معاك سنين انت ايوه نفسك حتى هم اجزاء جيلبرتو طبعا تعامل معاهم كمصريين انيس بوجلبان، طبعا. واحد لعب معاك تونس، لعب معاك كام سنه لحد النهارده انيس وبدر بانون بوجلبان، لما كان معانا بدر يعني بانون برضو يعني. كله بس بصراحه. اقصد ان يعني علي معلول فعلا يعني انت احنا ناس كتير من جمهور النادي الاهلي مستنيه لحظه ان هو اعتقد يستحق ان هو يكون اول لاعب اجنبي يرتدي شارة قيادة النادي الأهلي في مباراة رسمية. نتمنى يعني طبعا نعرفين الترتيب في النادي الأهلي واحترام الترتيب والأدمية في النادي الأهلي، لكن وارد أنه في أي ماتش أو حتى يجي في يوم من الأيام اللي لعيبة النادي الأهلي بالظبط هتبقى بتكرمه بيها، هو فعلا يستحق طبعا يكون طبعا ما أول فيش لاعب أجنبي في تاريخ النادي الأهلي يلبس الشارة. ممكن نتكلم كمان عن خالد عبد الفتاح، ده شك. المفاجأة بتاعتنا طبعا كلنا. طبعا يمكن كنا بنتكلم ان المفاجاه مش ان هو يظهر، يعني طبعا هو يظهر بشكل كويس، هو صفقه يعني في الاخر جاي النادي المفروض الاهلي ده انه يظهر طبيعي، بشكل كويس لكن طبعا. الفكره كلها ان اول مباراه ليه نادي الزمالك كاساسي بيلعب في مركز تقريبا مش مركزه، لان كلنا توقعنا ان اللي هيلعب في المركز ده محمد هاني، لان محمد هاني لعب كتير مع النادي الاهلي مساك ولعب كتير جنب رامي ربيعه، فالطبيعي اي حد فينا لما تقول له هيروح لهاني عندنا هيروح لمحمد هاني. طبعا. لكن كولر النهارده برضو دي حته فيها ذكاء، وازاي التعامل النفسي والفني والتفكير في المباراه، هو ما حبش يخسر مركزين زي ما قلنا كده، ان خالد عبد الفتاح ممكن تكون اول مباراه ليه، وارد لسه برضو طبعا كباك يمين مش ما لسه ما خدش على طبعا. الشحات لسه طريقه الكروسز بتاعته مثلا ولو كان اخفق كان هيبقى بالظبط، عذره معاه. فهو حطه في مركز صعب، لكن هتلعب هنا مساك انا هثق فيك بس مساك. السؤال